مفيش يا بت، في ايه بس؟ سلام على اهل السلام. اتاخرت ليه يا خلوص؟ عم سرعه بريزه يا اختي، ما انت شايفه برجل واحده خلاص، ولاد الكلب خلوني زي العجزه. الله يخرب بيت ابوهم. خدي جايب لك لقمه بيت. انا مش عايزه اكل، انا عايزه امشي من هنا. هيحصل سون يا اختي، انا ظبطت لك الموضوع مع الراجل وباذن الله هتهج قريب. هج اروح فين؟ بلاد الله واسعه يا اختي، اضربي لك بس انت شقتين الفول دول ومالكيش دعوه بالباقي. هو انا كل ما اسالك سؤال تغزلني وتوهني يخلص لي؟ لحد ما نجيب الجون بعون الله. نفسي اعرف بتفكر في ايه يا خلوصي. هقول لك، بس انا عايزك تضربي شقتين الفول دول وترزعيني شويه عرقسوس كده لحسن ريقي ناشف، وتصلي على اللي يشفع فيكي. اللهم صل عليك يا نبي. انا في دماغي كده شويه ترتيبات، لو حصلت كل حاجه هتتظبط باذن الله. خلوصي انجز يا اخويا وهات من الاخر. انجز يا اختي، listen to me.